إن حب علي رضي الله عنه من الإيمان، وإن بغض علي رضي الله عنه من النفاق. من علامات المنافق أنه يبغض علي بن أبي طالب، من علامات المؤمن أنه يحب علي بن أبي طالب. علي الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. الله أكبر، شهادة ممن؟ من النبي صلى الله عليه وسلم يقولها لعلي: يحب الله ورسوله فشهد له بكمال الإيمان، يحبه الله ورسوله فشهد له بالولاية رضي الله عنه وأرضاه. علي الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا إنه لا نبي بعدي. أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا إنه لا نبي بعدي. علي الذي لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يباهي لأهل نجران أتى به وفاطمة والحسن والحسين وقال: هؤلاء أهلي. ولما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قوله تبارك وتعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم يوم عليه مرط مرحل، أي مقلم مخطط، فجاء علي فأدخله، أي في العباءة، فجاءت فاطمة فأدخلها، فجاء الحسن فدخل، فجاء الحسين فدخل، ثم جللهم أي غطاهم صلى الله عليه وسلم، ثم قرأ عليهم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. علي رضي الله عنه الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مني وأنا منك. علي الذي زوجه النبي صلى الله عليه وسلم سيدة نساء العالمين فاطمة رضي الله عنها. علي الذي تربى في بيت النبوة، رباه النبي صلى الله عليه وسلم، تربى تحت عيني النبي صلى الله عليه وسلم، يعلمه يؤدبه يبث إليه العلم بثا صلوات ربي وسلامه عليه. علي الخليفة الراشد الرابع، علي الذي بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، هذا الرجل المبارك رضي الله عنه يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، فاللهم إنا نشهدك على حبه وتوليه ونسألك أن تحشرنا معه رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.